طيب قولي قولي يا شادي، الفرق بين الماتشين خلاص، ما هي بنفس الظروف، بنفس الرطوبه، بنفس درجه الحراره، الصاله اللي اصعب حاجه، الكور اللي بتتزحلق. الاحمر كان بيقولي خدته لزق من بنات بتاع الكونغو انجولا. تقريبا بتاع او انجولا انجولا، ان هو عشان ده اللزق المناسب اكتر، في اللزق لزق كان بتاعكم جاي بتاع لافلت، الصالات في اللي لزق هنا. كان بيزفلت الكوره فعلا اه في السماء يعني. انا قعدنا اول ماتشين ثلاثه الكور في اه السقف الساعه من يعني كتر بالظبط. السخونيه والحر اللي اه هناك اللزق بيزحلق اه يعني. هو اللزق اصلا المفروض يمسك، هما بقى معاهم لزق معروف، عارفين مين هو اللي هو هم حافظين الكلام ده، هم قتيل قتيل على الكوره. قتيله. طيب قول لي ايه الفرق بين الماتشين؟ يعني خلاص، هو انت لعبت الاهلي في السوبر الافريقي ولعبت الاهلي في البطوله الافريقيه لابطال الكؤوس بنفس الظروف، بنفس الصاله والتكييف البايظ والرطوبه وكل الاجواء كل دي، حاجه. ايه الفرق بين الماتشين؟ الفرق ان كانش ينفع يعني، هو خلاص احنا خلصنا السوبر، ربنا ما وفقناش فيه. اكيد طبعا السوبر يعني بطولتين مهمين، بس لو بصينا للسوبر، هو السوبر بطوله في بطولتين في بطوله، منهم السوبر ومنهم كاس عالم انديه. صحيح. فخلاص احنا ربنا ما وفقناش في السوبر الافريقي وما حالفناش الحظ، خلاص احنا بقى ركزنا اللي هو احنا كاس الكؤوس يا رجاله لازم نرجع بيها يعني، ملهاش حل تاني، مفيش اوبشن تاني ان احنا نقول ده ندي اسباب يعني، اللي هو زي ما بيقول كده ايه، نعلق نحط نعلق على الشماعه. لا بالظبط، هو مفيش حاجه اسمها كده. لو التكييف موت، لو الارض وانت واقف بتقع، احنا لازم هنكسب. صحيح. اللي هو احنا مش هينفع نيجي بعد كل اللي احنا عاملينه دوت نخسر بطولتين في بطولتين مهمين، مش هينفع. صحيح. فهو ده كان الحافز بالنسبه لنا، ان هو احنا طبعا كنا طالعين من مصر ان احنا ان شاء الله هنرجع بالبطولتين. صحيح. اكيد ده مهم جدا. ربنا ما وفقناش في الاولانيه، فالتانيه كانت لازم تيجي. صح. والحمد لله يعني وصلت، الحمد لله وصلت الحمد لله، عشان يا فندم يبقى معاك اول عدت. بطوله الحمد كده لله معانا الحمد ونكمل لله بقى ان شاء ومزيد من الله يا رب. البطولات بالتاكيد.